السلام عليكم، معكم أسامة ثامر من قناة أكواريوم انفورميشن. فيديوهات تعليمية للمبتدئين الأحواض المزروعة. في هذا الفيديو راح نتكلم عن نباتات الكاربيت وكل تفاصيله، فتابعونا. راح نتكلم عن نقاط أساسية تعد محور هذا الفيديو، وهي نظرة عامة عن أحواض الكاربيت وأنواع الأحواض التي تستخدم بها، بالإضافة إلى الإضاءة والتربة والسبستريت الركيزة، ورح نتكلم عن الأسمدة السائلة المستخدمة والأسماك وأنواع النباتات والبذور ومنظومات CO2. يستخدم الحجر فقط في هذه الأحواض ويسمى أيوجومي. الفكرة هي أن يكون التركيز على جمالية الصخور وترتيب الصخور ولون النبات الكاربت اللي يعكس طبيعة هدوء داخل هذه الهواية المصغرة. نوع الأحواض: يفضل في هذا النوع من النباتات أن يتم زراعته في أحواض ضحلة غير عميقة وذات عرض أكبر من الاعتيادية، كخمسين لتر عرض 60 سنتيم أو 70 لتر بعرض 60 سنتيم أو أكبر، حسب يكون العرض متوافق مع عمق الحوض، لكون هذه النباتات أقصى ارتفاع تصله هو 5 إلى 10 سنتيم. تعتبر هذه الأحواض حسب تصنيف الشركات وخاصة شركة تروبيكا وغيرهم أنها نباتات هايتك أو من النباتات الصعبة، بمعنى أنها تحتوي على غاز CO2 بمنظومة متطورة وإنارة احترافية وإضافات أسمدة على المدى البعيد مثل additive soil أو الباودر الطويل الأمد وركيزة سبستريت وتربة. برغم أن البعض يصنف على أنه نبات سهل العناية وبعضهم يقول أنه من متوسط إلى عالي العناية، لكن القاعدة واحدة للحصول على أعظم شكل للنبات وجمالية. الإنارة أو اللايتينج: هذه الأنواع من النباتات كالHC تحتاج إلى إضاءة قوية لتمد الحوض بالأطياف اللازمة لعملية البناء الضوئي اللي تعني نمو ممتاز. النظرية القديمة اللي تستخدم وموجودة على جميع المواقع الانترنت كتروبيكا والمواقع الأخرى، اللي هي تتكلم عن أكثر من 1 واط أو 1.25 واط لكل لتر. جاءت دراسات وتقارير إلى أن هذه الحسابات خاطئة وغير صحيحة، قاموا بالتعديل على هذا النظام اللي يسمى ب PAR، وهذه الأصح والأنسب للحساب، لكن كجهاز قياس فهو مكلف نسبيا، فيستعاض عنها بحسابات اللومن. نحسب شدة الإضاءة والحساب هذه تتغير نوعا ما من غير مشاكل. لذلك النبات كنباتات كاربيت يستخدم معدل أكثر من 40 لومن للتر الواحد، وهذه النسبة تحسب عن طريق معرفة عدد لترات الحوض وضرب القيمة في 40 لومن. مثلا القيمة اللي حسبناها مكتوبة تكون على مغلف الإنارة بما يقل أو يزيد، راح تشير شدة الإضاءة اللي عندك في الحوض، واللي راح يعني يا ما نشتريها أو نلجأ إلى طريقة DIY اللي هي نعملها بنفسنا الإنارة، نتكلم عنها بفيديوهات لاحقا إن شاء الله. نتكلم عن أهم محور اللي هو الركيزة، اللي يعتبر من المحاور المهمة في حوض الكاربت وأحواض الدوتش ستايل، الأحواض الهولندية كذلك، لكونها العنصر المهم في تغذية الحوض بالمصادر المهمة لاستمرار عملية النمو، ومن غير ظهور نقص في الأسمدة تؤدي إلى مشاكل في الإخضرار النباتات وطول في الساق وثقوب في الأوراق وإلى آخره من المشاكل. هذه الركيزة توضع على شكل طبقة تفرش تحت أسفل الحوض بمعدل من 1 إلى 2 سنتيم، ومن ثم تفرش طبقة التربة بالارتفاع المطلوب أو الارتفاع اللي حسب نظرة الهاوي إلى حسب تصميمه. شركة ADA وصفت الركيزة الباور ساند مالتها على أنها تحتوي على 100 نوع من البكتيريا وعناصر حافظة للPH، وهي شبه عمل البتموس الأرضي. أفضل أنواع اللي مستخدمة من الركيزة في العالم هي الباور ساند ADA، واعتقد موجود منها 3 انواع او 3 احجام اللي هي السمول والميديوم واللارج.
السمول الأحواض الصغيرة، والميديوم الأحواض المتوسطة، واللارج الأحواض الكبيرة تكون بها نسبة حجم الحبيبات كبيرة جدا. بالإضافة إلى منتج تروبيكا من المنتجات الغنية عن التعريف، هو منتجات ممتازة جدا. أنا شخصيا أستخدم منتج تروبيكا. التربة يفضل استخدام نوع ممتاز ومميز من التراب في الأحواض عامة، لكون هذه التراب مستقبلا حتكون عائق في نمو الحوض وظهور مشاكل كمشكلة التفتت، تفتت حبيبات التربة وملء الحوض بالغبار والأطيان بمجرد أي إفكت بسيط في الحوض نقوم به. من المشاكل الأخرى اللي تقوم بها إنه بعد فترة الأنواع الصينية ترفع البي اتش في الحوض، أو البي اتش الماء يرتفع تسبب مشاكل بالنمو. كلها مشاكل عديدة يعني، فيفضل استخدام أنواع ممتازة كنوع تروبيكا سويل تروبيكا أو اي دي اي أو دينير دي أو جي بي ار. حاليا حنتكلم عن الأسمدة السائلة اللي تتضمن مجموعة أسمدة نيتروجينية والتريس إليمنت العناصر الصغرى والحديد. استخدامها حيكون حسب الاقتناع الشخصي وملامح نمو النبات. شخصيا أني أستخدم منتج تروبيكا بمعدل 5 ضغطات. اخضرار النبات و شكل الأوراق والنمو وكثافته هي اللي تحدد كمية الأسمدة المستخدمة. بالبداية ممكن أول شهرين 3 شهور نستخدم جرعات منتظمة من الأسمدة، بعدها نبدأ نقلل لأن يكون الحوض وصل إلى مرحلة من النمو متكامل ونحتاج إلى تقليل عمود يقلل النمو ويستمر بالمنظر المطلوب. زيادة الأسمدة والنمو بطيء يؤدي الى مشاكل ظهور الطحالب. هاي النقطة ما نريد نوصل لها في بداية انشاء الحوض. منظومات CO2 هي من اهم النقاط في الحوض بعد الركيزة والانارة، لكونه يعتبر العنصر المغذي بنسبة 96% من الاسمدة الكلية، بمعنى انه 96% من الاسمدة يستفاد منها كغاز و4% يستفاد منها كأسمدة سائلة وأسمدة صلبة بعيدة المدى موجودة تحت بالركيزة من الأسمدة الكلية. لذلك مهم معرفة نوع الماء أو كيميائية الماء كمعرفة الـ pH والـ kH لمعرفة كمية الغاز اللي حنضيفها للحوض، أو استخدام الدروب تشيكر لمعرفة الكمية المثالية للحوض. الدروب تشيكر يعني يعطينا 3 قراءات، يا أما أصفر يا أما أخضر يا أما أزرق. الأزرق كمية قليلة، الأخضر كمية منتظمة من الغاز، والأصفر كمية عالية اختناق في الحوض تسبب. هسه نتكلم عن طريقة الزراعة. طريقة زراعة نباتات الكاربيت بها نوعين، أو نقول نظامين، النظام المتعارف عليه ونظام المبتدئين. حنتكلم عن الطريقة الدايركت ميثود، الطريقة المتعارف عليها. تغسل النباتات المرغوب بزراعتها بالماء، لنفرض نوع من النباتات كمونتي كارلو، نغسله بالماء، نطلع من علبته ونغسله بالماء بسبب وجود الجل الموجود تحت عند الجذور اللي يحافظ على الجذر بالعلبة على مود لا يسبب أي جفاف الجذر وموت النبات، يعني نتخلص من انه يسبب عفن بالحوض لما نخليه بالماء. ثم نقطع النبات الى 4 قطع او 8 قطع بصورة متناظرة مثل البيتزا من نقطعها. بعدها نستخدم الملقط، نمسك النبات من الاعلامات او طرف العلوي ونغرزه بالتربة. طريقة غرز التربة، نفرغ الماء الحوض او يبقى منه 10% 20%، وبعدها ندي نغرز النبات. غرز النبات يكون بنسبة 75% من النبات يغرس بالتربة و 25% يكون فوق التربة. بعدها يتم ملء الحوض بالماء وتشغيل الغاز والإنارة بطريقة والصورة المطلوبة. هاي الطريقة اللي ذكرتها تسمى الدايركت ميثود، طريقة يستخدمها كل الهواة. أما الطريقة اللي حتكلم عنها هسه، هاي الطريقة تدعى DSM أو طريقة دري ستارت ميثود، الطريقة الرطبة، وهي زرع النبات بالبيئة الرطبة لمدة تزيد أو تقل عن 6 أسابيع لحين نموه بالكامل وملء جميع المناطق المراد زراعتها. هاي الطريقة تعتبر الطريقة الأسهل للمبتدئين مثل ما ذكرت، والمضمونة بنسبة 100% في حال كون الإضاءة ضعيفة، في حالة كون المبتدئ يواجه صعوبة في كيفية ضبط الغاز، في حال يواجه مشكلة في استخدام الأسمدة. هاي الطريقة تضمن إلى نمو كامل للحوض، نمو كامل للنبات بداخل الحوض من غير ما
فقط يعتمد على الطريقة الترطيب الحوض. سنتكلم يتم استخدام بخاخ أو رشاش ماء لترطيب الحوض كل فترة، يعني بمعنى لو كان الجو حار نستخدمها مرتين إلى 3 مرات، نلاحظ الحوض بطبقة رطوبة أو بخار ماء موجود. احنا نغلف الحوض من فوق باستخدام الفويل الشفاف او اي مادة نايلون تغلف الحوض او تعزل الجو الجاف عن الجو الرطب اللي احنا نسويه. الركيزة هي العنصر اللي يلعب دور كبير في طريقة الزراعة، بحيث يساعد النبات على سرعة نموه وانتشاره اسرع من الطريقة الاعتيادية اللي ذكرتها الدايركت ميثود. الاسماك، يفضل ان يكون الاسماك من النوع الصغير البسيط اللي تكون بأحواض يعني بها هدوء وسكون كأحواض الكاربت. لذلك يعني نصيحة تكون الأسماك أسماك هادئة صغيرة. الأسماك الهادئة مثل الأسماك اللي فمها صغير، مثل الكوبي، مثل أنواع التيترا، مثل أنواع الرينبو، إلى آخره من أنواع الأسماك اللي تكون فوهتها صغيرة، الأنجل ولا السولتير والمولي إلى آخره من هذه الأنواع، تكون مشاكل في الحوض الكاربت لأنه تبدي تأكل الأوراق وتسبب يعني مشاكل احنا في غنى عنها. نتكلم حاليا عن البذور. كثير من الناس تعتقد أن البذور هي نباتات كاربت. هذا المفهوم هو مفهوم خاطئ، وأرجو عدم التجربة في بداية المشوار لأحواض المزروعة لكون خسارة للمحتويات الحوض كتربة وركيزة واستهلاك أسمدة سائل. هذه البذور لا تصلح لمثل هذه الأحواض المزروعة المملوءة بالماء بالكامل. هذه الأحواض تسمى تيراريوم ستايل، التي تحتوي على البذور اللي تكون بشكل رطب فقط. شركة تروبيكا وعدة شركات نشرت عبر روابطهم الإلكترونية على الفيسبوك وعلى موقع الإلكتروني لشركة تروبيكا، هذه الأنواع غير معترف بها عالميا ولا تمثل نبات معروف وليست طريقة تكثير نباتات. فأرجو الانتباه من هذه النقطة، مهمة جدا. هو أشخاص يستخدمون البذور في زراعة أحواضهم بيعتبرها نبات كاربت، هذه الطريقة خاطئة جدا. نباتات الكاربت مثل ما شرحنا عن نوصف هسه أنواع. أول نوع عندنا المونتي كارلو، من أنواع المصنفة من شركة تروبيكا إنه ميديوم أو متوسط العناية، من النباتات اللي نفس طريقة الشرح كيفية زراعته تفاصيل طريق. الحلو بهذا النبات انه يتدلى من الاعلى الى الاسفل بكل سهولة، ممكن ينزرع على احجار من غير تربة. هذا مميزات هذا النوع من النبات مونتي كارلو. النوع الثاني الكوبا او الـ HC او الهيميثيوس كوبا، من انواع الديفولت الصعبة. مثل ما تشوفون شكله وصورته تكون ورقته ناعمة، الكثافة تظهر لما تنزرع بالحوض، تحتاج عناية أكثر من اللازم. من الأنواع الباقية، مفتاح النجاح لهذا النوع من النباتات يحتاج إنارة قوية ويحتاج إلى كمية غاز كبيرة. عندنا الجلوسوستيغما، من أنواع الكاربت اللي يعتبر الصعبة الديفولت، لكن قليل أو استخدامه كلش ضعيف من قبل الهواة الأكواسكيبر ليكون شكله وورقته غير منتظمة، يعني مو كلش حلو، لكن هذا نوع نطرحه لكم. يشبه البذور اللي يقولون عليها هذه بذور تستخدم لأحواض، لكن ليست نفس النبات، انتبهوا. عندنا ستروجين ريبون، من الأنواع المصنفة إنها إيزي، لا بطيئة النمو وتحتاج إلى إضاءة وغاز كثيرة وأسمدة، همين أسمدة سائلة، لكن من النباتات الجميلة وممكن ينزرع كاربت، لذلك أنا حاطة من ضمن أنواع النباتات الكاربت. نوع جميل ومثل ما تشوفون صورته يجي على شكل شتلات أو يجي ببوت شفاف، علبة شفافة مع نباتات الكاربت، يعني الاثنين معا. انتبهوا إلى ستروجين ريبون، أكو يجي بي ميني ويجي بي النوع الساقة طويل، الساقة طويل ما يرهم كاربت، هذا النوع الميني يرهم كاربت. عندنا الجرام ميني فوليا، جرام ميني فوليا من النباتات الصعبة جدا، شكلها شكل حشائش، يعني حالة حال نبات. هذا النبات يتكون بأنه ما بمنطقة سفلية ومنطقة علوية، كل النواحي تطلع كثافته وأوراق، وما بأوراق مثل الشعيرات، من كل مكان تطلع شعيرات، صعوبة بتثبيته، طوله يصل إلى 2-8 سنتيم. هالمسافة هذه ممكن يتحط بدون تربة يتلصق، لكن يحتاج إلى متطلبات عالية جدا. عندنا النوع الأخير من نباتات الكاربت اللي هو الهيرغراس أو نبات الثيل،
من النباتات الجميلة، من النباتات اللي تعتبر متوسطة العناية، تحتاج يعني الأغلب النباتات الكربت تحتاج إلى غاز وإنارة قوية ومتطلبات أسمدة سائلة يعني الجميع، لكن كل نوع ويختلف عن النوع الآخر بكمية استخدامه للضوء والغاز. هاي الأنواع اللي شرحناها هسه أنواع نباتات الكاربت اللي ممكن عن طريقها أنتو تعرفون اسم النبات وتحجزون أو تشترون، تلقوها عند متاجر تبيع هذه الأنواع من النباتات، وتقدرون عن طريقها تبحث على الإنترنت وتعرف تفاصيل أكثر بعد هذا الفيديو، لأنه هذا الفيديو مبتدئين، فبعد التفاصيل هذه تقدر تعرف شلون تشتري ومين تشتري. أنت حتبحث وتشوف كيف ينزرع، وإن شاء الله أنا أساعدكم لو في حال أحد طلب مساعدة بشرح نوع أنواع محددة من النباتات. إلى هنا ينتهي شرح هذا الفيديو، إن شاء الله نلقاكم بشروحات جديدة ومعلومات أكثر. لا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط لايك في حال أعجبك الفيديو، وشكراً.